مرحبا، أنا أحمد من العراق من خلفية إسلامية ويسموني الأخ يوسف. حياتي قبل الإيمان بالسيد المسيح مثلها مثل كثير من المسلمين، بنأدي الفرائض، بنأدي صلاة، بنصوم كل شهر رمضان ونقرأ القرآن ونعيش الحياة الإسلامية المتعودين عليها آبائنا وأهلنا وأقربائنا وأصدقائنا كلهم. وهذه هي الحياة اللي عشناها وتعودنا عليها بدون ما بنسأل إنه هل هي صحيحة أو هي خاطئة، وهذا اللي صار. كانت حياتي قبل لا أؤمن بالسيد المسيح كمسلم سابق بنمارس الطقوس الإسلامية من صلاة وصوم وقراءة قرآن وبعض الزيارات لأولياء الله مثل ما بيقولوا، وبنحاول على قدر الإمكان إنه بنحصل على أجر وثواب وحسنات مشان تخلينا نقدر انه ندخل الفردوس او الجنة اللي وعدنا بها إله الإسلام. اما في المسيحية، لما قبلت المسيح بحياتي بدي اقول شيء قبل لا اذكر انه كيف قبلت المسيح بحياتي، انه أنا عمر حياتي ما دخلت كنيسة، عمر حياتي ما قريت كتاب مقدس أو إنجيل، ما بعرف أي شيء عن العبادات المسيحية. احتمال بعرف إنه المسيحيين بيروحوا الكنيسة بيشعلوا شمعة، وأثناء الدفن أو الموتى يحطون ورود على القبور. هذا كله ما أعرفه عن المسيحية. كنت فترة من الفترات قبل إيماني بالسيد المسيح مريت بظروف صعبة كثير، ودخلت في خطايا كثير، خطايا مميتة، وحسيت إنه نهايتي قريبة من الموت. وكنت كمسلم بنادي على الإله اللي أنا بعبده، وبنادي على اللي الناس اللي مؤمنين درجات عالية بالإسلام إنه بيساعدوني وبيخلصوني من هالمستنقع اللي أنا وقعت فيه، من خطايا، من مشاكل كثيرة. لكن حقيقة ما وجدت أي جواب أو أي مساعدة من إلهي اللي أنا أعبده، أو الإله اللي المفروض أنه هو بيحبني أو خلقني مشان يعطيني حياة. لكن كأنه أنه أنا صرت بعبد تمثال لا يسمع، لا ينطق، لا يحس بالناس اللي موجودين بآلامهم ومشاعرهم. ماما ولد بداخلي انه هذا الاله ما بيسمع، واله ما موجود اصلا. المهم في يوم من الايام وانا راجع تعبان في منتصف الليل تقريبا، كنت امشي قريب من كنيسة، وما بعرف من كثر الألم أنه صرخت على السيد المسيح أنه يساعدني.
وحقيقة هذا الصراخ ما كنت أنا متوقع أنه يسمعني أو في حدا يسمعني. المفاجأة كانت أنه بعد 3 أيام أنه الرب يسوع المسيح شفته بحلم وزارني بحلم ووجهني على مكان اللي هو الكنيسة، وأنا ما كنت أعرف. وقال لي هذه الكلمة، قال لي أنه مكانك أنت بالكنيسة، ليش ما تروح هناك؟ لما كنت أتوقع أنه المسيح سيد المسيح أنه حيجاوبني. ومثل ما قلت بعد 3 أيام تقريبا شفت حلم والمسيح بيرشدني فيه أنه أتوجه إلى الكنيسة ويقول لي أنه مكانك في الكنيسة. كانت بالنسبة لي فيها اندهاش أنه كيف أنه أنا الآلام والمشاكل والمعاناة ما لها دخل بالكنيسة، وكيف حيحل هالآلام وحل المشاكل وشو دخل الكنيسة بآلامي؟ المهم حاولت أنه أسمع هذا الصوت، صوت يسوع المسيح، هو أتبعه، ولكن ما بعرف الطريقة أنه كيف أتبعه، وما بعرف حدا بالكنيسة، بعرف شخص كان من العراق كمان من خلفية مسيحية بيتردد على الكنيسة وكان رجل مؤمن، وحبيت أنه ألتقي بهذا الشخص. وصدفة أنه ما احنا نقول صدفة، لكن وأنا بتجه لمكان معين حبيت أنه يكون هذا الشخص موجود بهذا المكان، وبالفعل لقيته موجود بهذا المكان وكأنه الرب محضره إلي. حكيت له على الحلم وحكيت له على ظروفي وعلى مشاكلي والآلام والأشياء كلها الموجودة. فكان هذا اليوم هو يوم سبت أتذكر كل الزين. فالأخ هذا قال لي تجي معي بكرة على الكنيسة، قدم لي دعوة للكنيسة، وأنا قلت نعم أجي معك للكنيسة وقبلت هالدعوة. ورحت ثاني يوم معه للكنيسة، وكانت كنيسة صغيرة وبيها ناس بيصلوا ويسبحوا، وأنا ما كنت أعرف هاي الشغلات، أول مرة بدخل للكنيسة. مرت الساعتين اللي قضيناها بالكنيسة تقريبا مرور عادي، لكن أنا دا أحس بجوا في تعب في آلام وما قاعد أسوي شيء هالكنيسة يعني. المهم عند خروجي من الكنيسة هذا الأخ قال لي أنه في قداس بعد الظهر، وكان بيقود أحد القساوسة من أحد الدول الآسيوية كمبشر هو، وقبلت الدعوة كمان أيضا، قبلت الدعوة أيضا ورحت العصر معاه، وكان القداس وبعد انتهاء القداس، قبل انتهاء القداس العفو، القس قال إذا واحد يحب نصلي له، فأنا تشجعت إنه يصلي لي وقمت، وبالفعل صلى لي القس، وما كنت أعرف إنه حياتي راح تتغير بعد هالصلاة. ووقت الصلاة لما صلى لي أتذكر هذا اليوم كل زين، أعتقد أن كل الحمل اللي علي اللي كانت حاملها على شتافي أو ظهري أو كلها انزاحت، وحسيت من نفسي طالع من الكنيسة. بعد ما طلع من الكنيسة خفيف جدا وفي سلام 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 كبير كبير، بس ما بعرف شو منين جاي، ما بعرف حتى ما بعرف بالروح القدس كمان.
طلب القسم من عند أي واحد إنه إذا بده يسلم حياته للرب. وأنا قررت إنه بهذا اللحظة بهذا اليوم إنه أسلم حياتي للرب، وبالفعل إنه القس حط إيده علي وصلى وصلاة قبول السيد المسيح، وقبلت السيد المسيح بحياتي، وكل اللي صار بعدها بلحظتها أثناء الصلاة إنه حسيت إنه كل أحمالي أتعابي اللي شايلها انشالت من اشتافي، وحسيت بسلام أول مرة بشعر فيه. ما كان قد ضغط هيك حاجة من قبل، وشي حصل أنا ما بعرف شي هذا اللي حصل شنو. بعدين عرفت إنه حلول الروح القدس علي. لما كنا بالكنيسة القس طلب إذا كان في حد يريد يسلم حياته للرب، وبالفعل أخذت هاي الخطوة وقدمت نفسي إنه للرب، ودون أن أدرك يعني شو عم يحصل، لكن أنا قررت إنه أتبع المسيح ويصلي لي. وبالفعل لما صلى القس كان كل حمولي انشالت، كل آلام انشالت، حسيت فيها وشعرت فيها وصرت خفيف، وحسيت بشي دا يتغير ما بعرف شو هو، لكن في سلام صار. وبدت رحلة بعد ما طلعت من الكنيسة، بدت رحلتي من المسيح مع المسيح. هلا الفرق بين الإسلام والمسيحية، عشتي بالإسلام وعشتي بالمسيحية، بإله الإسلام بالنسبة لي ما بشوفه أنه يسمع لصراخ المتألمين، ما بشوفه أنه بيحس بالمتألمين، ما في هذاك الفرح والسلام اللي موجود للناس اللي بتصلي له وتطلب وجهه مثل ما بيقولوا. لكن بالمسيحية حقيقة أنه تلتمس المسيح بحياتك وتدركه وتعرفه وتعيش معه ويعيش معك، وتكون أنت فيه وهو فيك، ويعطيك حياة، يعطيك فرح، يعطيك سلام، يعطيك كل الثمار الجميلة اللي موجودة بالعالم خلينا نقول. وأكثر شيء وأكثر حاجة أنا بعتقد مهمة كمسلم وكمسيحي، إنه المسيح يعطيك الخلاص اللي ما موجود بالإسلام. أنت تتعب كثير مشان تصلي وصوم وتعمل أعمال خيرية كثيرة مشان توصل للفردوس أو الجنة اللي وعد فيها رب الإسلام، لكن المسيح أدى هذا الدور وخلصه بدمه الكريم اللي على الصليب فدانا من أجل أن يعطينا خلاص حقيقي ونكون معه. وبنعمته إحنا عايشين، وبحمايته وبسنده وبدمه اللي طهرنا ونقانا وخلانا نعيش ونحيا ونكون نعيش على صورته وعلى شبهه وعلى مثاله. نعم قد نخطئ قد، لكن دائما هناك مغفرة، هناك توبة، هناك من يغفر. بجملة واحدة أقدر أصف حياتي مع السيد المسيح مثل مثل الابن الضال، عندما قال الأب للأخ الأكبر إن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هذه كانت حياتي مع المسيح، كنت ميت فعشت، كنت ضال فوجد. آمين.